بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا موقع سند ورغد، موقع تعليم الأطفال، يحوي على مرئيات وقصص وحكاية، وأيضا ديكور وأزياء وجمال خاص للفتيات، دنيا المعرفة من معلومات وعلوم بيئية وإبداعات أصدقاء الموقع المقصود فيها، مقالات ونصوص ورسوم. من القصص المصورة لعب القصص، يعرض من الكثير من القصص المصورة للأطفال. اقرأ المزيد للقصص. الرد الرئيسية أيضا لدينا روايات وكل رواية لها المزيد. ولدينا قصص نعرضها، نأخذ لنا مثال حسان الطيب الصغير. اقرأ المزيد. قصص غير مصورة مكتوبة كتابة. قصة حسان الطيب الصغير، كان حسان يسكن في نجع صغير يبعد عن المدينة، وتكملة القصة وتستطيع التعليق عليه. أيضا نأخذ مثال على القصص المصورة. قصة تاجر صغير في المنزل، الحلقة الثانية، رابط الحلقة. عبارة عن قصة مصورة، قصة التاجر الصغير. نعود للرئيسية. نعرض الروايات أيضا. رواية الفاتح أبو الخيرات، مقدمة للرواية ورسم وحوار هذه الرواية. عندنا أيضا أخبار ومقالات وأجدد المواضيع الموجودة وإبداعات أصدقاء الموقع كتابة، ورغد لمسة خاصة بالفتيات أيضا. نرى معا الأخبار، هذه الأخبار مثلا: طفلة عمرها 7 سنوات تطلب وظيفة. نقرأ الخبر. طفلة عمرها 7 سنوات تطلب وظيفة. طفلة عمرها 7 سنوات تطلب المدير قوي توظيفة، فيرد عليها: خاطبة الطفلة البريطانية في ويفي رسالة بخط يدها مدير شركة جوجل وطلبت منه توظيفها في الشركة. عرضت الطفلة في رسالتها مهاراتها في استخدام الحاسوب وحبها لمجال الإلكترونيات. الطريف
أن المدير شركة جوجل اهتم بالرسالة وشجع الطفلة وشكرها القائلة: أتطلع لاستلام طلب الوظيفة الخاص بك بعد أن تنتهي مرحلة المدرسية. نرى أيضا المقالات في الحافلة، ماذا نفعل، مواقع التواصل الاجتماعي، اقرأ المزيد، نقط. نستطيع أن نقول أن هذا الزمان هو زمان وسائل التواصل الاجتماعي بامتياز، فما إذا دخل مكان من أماكن تجمع البشر كالمواصلات أو بيوت الأهل والأصدقاء، حتى تجد الجميع مشغول عنك بهاتفه يتصفح أو ينشر أو يدردش على مواقع التواصل. هل لمواقع التواصل الاجتماعي فوائد؟ بداية فيسبوك وبقية المواقع لها فوائد لا تحصى بالتأكيد، فهي تعرفنا على البشر، طباعهم وعاداتهم، وتقلص المسافات، وتمنحنا الثقة بالنفس والقدرة على تكوين صداقات، والتواصل والثقافة المجانية والاطلاع والاهتمام الذي نجده من أصدقاء بما ننشره يمدنا بالسعادة والصحة النفسية والنشاط. تكملة المقالة: نرى أيضا أجدد المواضيع، شركة، من وصف الجدة، قرر يوما وهو في المدرسة أن يتعلم وصفة جدته لصنع مربى الذي يحبها، وقرر بعد أن نجح في إعداد تلك الوصفة أن يصنع المزيد منها ويبيعها للزبائن في مطعم والده الشعبي. أعجب الزبائن بالمربى واشتروا منها الكثير وحقق ثروة كبيرة. اضطر بعد ترك المدرسة لتفرغ المشروع الذي بدأه وأحبه وعمل شركته التي كان وحده كل من فيها. نرى أيضا، نعود للرئيس، الصفحة الرئيسية، هنا نرى إبداعاتكم كتابة. هذه قصة من الطفلة غفران، عمرها 10 سنوات، العصفور المغرور. أصدقاء، موقع سند ورغد يشاركون هذه الصور. نرى أيضا لمسة رغد وهي خاصة بالفتيات، أفكار للإبداع باليدوي وصناعة يدوية، فواصل لكتبك بطريقة مبتكرة. اخترتها رغد، هذه فكرة الفواصل. نرى أيضا هنا إبداعات كتابة، وهنا إبداعات الرسم. أصدقاء الموقع يشاركونها. أما لمسة رغد، لدينا الديكور والأزياء والجمال. نرى الديكور وأزياء والجمال،
نرى قسم الديكور. إعادة تدوير الأشياء الفنية وأشياء يدوية. لوحات رائعة وسهلة لغرفة. هذه اللوحات موجودة في قسم رغد للديكور. أما أقسام الموقع، أنا مؤمن مهارات سافر معنا، سلامة قصص وحكاية، مرئيات مكتبة الموقع، روايات قصص. أنا مؤمن. نرى معا قسم أنا مؤمن. وصايا لقمان أيضا. آمنة بنت وهب، قصة ذكريات حروف الهجاء مع السيد. والمزيد أنا مؤمن. نرى من وصايا لقمان. وآمن بالمعروف وانهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر مناعة طبيعية للمجتمع. هذه من وصايا لقمان عفوا. نرى أيضا قسم مهارات اللغة العربية. نعتز باللغة العربية، كيف تنظم حملة توعوية ناجحة. نرى كيفية التنظيم. شرح كيفية عمل حملة توعوية. نرى أيضا سافر معنا متحف الألعاب في اسطنبول، قرية الأقزام في هوبيتن بنيو. والمزيد نرى مثال متحف الألعاب في اسطنبول، يجمع الألعاب منذ اختراعها في أكثر من 4000 لعبة قديمة في كل دولة. فيه عرض مسرحي ودورات لتعليم الرسم وتنمية المهارات. التذاكر منخفض الأمهات الأطفال. المكان ممتع للغاية. عنوان المكان لمن يريد أن يستطلع على معالم سياحية. أيضا قصص وحكاية، قصص مرئية، قصص كتابية ومرئيات مثل ما رأينا. حملة نودي قناة سمسم، كليب العمل. والمزيد مكتبة موقع سند ورغد، التعريب بكتاب الماء، الحبة العاشرة من سلسلة حكاية، مكتبة كاملة لأجلك، عصافير الليث بن سعد. المزيد تحتوي المكتبة على المزيد من الكتب والروايات كما رأينا، روايات فاتحة أبو الخيرات وروايات. أيضا لدينا قصص المرئية والكتابية، قصص مفيدة للأطفال. نأخذ مثال رجل أعمال الصغير، كوري، قصة كتابية مفيدة للأطفال. موقع مفيد وشامل للأطفال، يشمل الكتابة والقصص المصورة والمشاركة في الموقع.